الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تكلم الشيخ مع الشاب في بدء زيارته له او في الايام الاولى لتعارفهما عن تغذية العقل ووجوب تغذية العقل بالعلم النافع، وان تكون النية في طلب العلم العبادة، سواء كان العلم المطلوب علما دنيويا ام علما اخرويا، وان يغذي عقله حتى لا يدعه دون تغذية فيصاب بالأنيميا ويضمر ويسخر، ويحرص على ألا يغذي عقله بالتافه من الأمور أو الموضوعات فيصبح تافها، دارت الأيام دوراتها وأصبح الفتى رجلا متزوجا وله أولاد بنين وبنات، وتعلم من الشيخ كيف يربي أولاده وكيف يغذي عقولهم وكيف يتعامل معهم في جميع أطوار حياتهم حتى بلغوا الحلم، وكيف أن معاملة الفتى تختلف عن معاملة الفتاة، وكيف وكيف. ثم بقيت نقطة هامة جدا وجه الشيخ نظر الشاب لها، وهي كما ان تغذية العقل مهمة جدا، فكذلك هناك تربية الذوق. تربية الذوق، والذوق في مفهوم الشيخ هو كل ما يحرك مشاعر الانسان، مش الذوق اللي هو تعامل الناس بذوق، يعني معامله الناس الشيخ اتكلم عنها وقال فيها كتير يعني، لكن المقصود هو الذوق، اي ما يحرك المشاعر. بمعنى اذا رايت منظرا جميلا تحركت مشاعرك وتذوقت الجمال، وإذا سمعت أغنية أو سمعت عزف أو سمعت موسيقى أو سمعت صوت جميل طيبت له، أو ده برضه من الذوق، ده برضه من الذوق. فالذوق معناه استشعار طعم الجمال في كل ما يأتيك من خلال الحواس، فتستشعر الجمال من خلال الأذن جمال الأصوات، وتستشعر الجمال من خلال العين جمال الأشياء والمناظر والألوان، وتستشعر جمال الطعوم من خلال اللسان، وتستشعر جمال الروائح من خلال حاسة الشم، وتستشعر أيضا نعومة ملمس الأشياء من خلال حاسة اللمس. الناس في أذواقهم مختلفون، ولولا اختلاف السلعة، لولا اختلاف الفكرة لبارت السلعة، لكن رغم اختلاف الأذواق هناك حد أدنى لاتفاق الجميع على الجميل، وهناك حد أدنى لاتفاق الجميع على القبيح، لأن قد تتفاوت النظرة في الجمال لكن يستحيل تختلف الأذواق حتى يصبح القبيح جميلا في نظر بعضهم، أو يصبح الجميل قبيحا في نظر البعض الآخر. فهناك حد للاتفاق، بمعنى أن صحيح الأحياء الصحيح الحية أو زئير الأسد يبث الرعب في النفوس، ذاك أمر متفق عليه.
ولا يمكن لإنسان على وجه الأرض أن يستشعر الجمال في نهيق الحمار أو في أواء الذئب، مش كده؟ لكن الجميع متفقون على استشعار الجمال في صوت البلبل وهو يغرد. إذن رغم اختلاف الأذواق إلا أن هناك حدا للاتفاق في الجميل وحدا للاتفاق في القبيح. من هنا نبه الشيخ الشاب إلى ضرورة تربية الذوق في أولاده. بمعنى ما فيش شك انه النهارده في اذاعه، في تلفزيون، من خلال الاذاعه والتلفزيون تسمع اصوات وتسمع نغمات وترى افلام ومسلسلات وما الى ذلك. ده ذوق خاص، وهناك ذوق عام بالنسبه للمجتمع. لو انت نظرت النهارده حولك هتجد فارق كبير جدا بين اليوم والامس. بالامس مثلا كانت هناك مفرده اتفق الجميع على حلاوه صوتها وفخامته ورخامتها، رخامه انغامها. ام كلثوم مثلا، ام كلثوم من غير ما نقول كتب، ست محترمه في الفن، تغني مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تغني القصائد، تختار الألفاظ، فإن غنت في الحب فالألفاظ ألفاظ جميلة لا تحرك المشاعر نقول عليها المشاعر الأرضية يعني. في الوقت نفسه لا تصدم الأذن، لا تصدم الأذن، تختار ألفاظها، تختار ألحانها، فيتفق اللحن مع اللفظ مع الصوت. طبعا مسألة استماع الأغاني والحاجات دي من حيث الناحية الشرعية الناس فيها مختلفون، لكن نرى الرأي الأرجح كما نراه هو أن الاستماع لا بأس به بشرط ألا يحرك الشهوة، وألا ينهي عن ذكر الله، وأن لا يحرض على الفسق، وأن لا توصف امرأة، لا توصف امرأة بعينها، وإنما قد يوصف الجمال عموما في الإناث، كما وصف الله تعميما في الحور كواعبة أكرام وعربا أكرام، وكأنهن برد مكنون، وكأنهن الياقوت والمرجان، أوصف عنه. وقد تغزل الشعراء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز لهم ذلك، وأجاز لهم ذلك، حتى أنه حين مدح كانت قصائد المديح فيه تبدأ بالغزل، وأشهرها قصيدة كعب ابن زهير بن أبي سلمة. ما هو زهير بن أبي سلمة في الشعر اللي مدح النبي ابنه، كعب بن زهير، كعب بن زهير، يعني هم ثلاثة شعراء، كعب وزهير وأبو سلمة، ثلاثة متوارثين بالشعر. فاللي مدح النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عليه قال له إيه؟ قال له بانت سعاد، بانت سعاد، فقلبي اليوم مكبول مسيم إثرها لم يفدى، مكبول بداية سعاد بعدت عني، بانت من البول البعد، بانت سعاد بعدت عني حبيبتي سعاد، فقلبي محروق من بعدها، مسحنا ريحه شده وراها لم يفدأ، يعني كان اسير لا فداء له، مكبول مكبل بالحب، كان اسير يكبل بالسلاسل. مين سعاد دي؟ سعاد اي سعاد؟ ولا عنده سعاد ولا عنده حاجه، لكن اهو يا لائمي في الهوى العذري معذره مني اليك، ولو انصفت لم تلو. دي في قصيدة الإمام البصير، البصير ده شوقي على نهجها، عمل نهج البردة، وقال يا لائمي في الهوى والهوى قدر،
لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلوم. بس النمط، لكن الكلام مختلف. قل غزل فأغيز الغزل، وأجاز العلماء الغزل في القصائد، وأغيز أن يغنى به بشرط، ما كانش عن واحدة معينة، ما جابش سيرة إنسانة بعينه بيرصد فيها بين حرام، واضح؟ وبالتالي فطبيعة الإنسان أنه يستشعر الجمال في الأصوات، وربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الأصوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وبيقول حسنوا أصواتكم بالقرآن. ولما سمع أحد الصحابة عبد الله بن مسعود، مش كده برضه؟ لا، أبي موسى، لما سمع أبي موسى الأشعري يقرأ القرآن قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داوود، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. شوف إزاي؟ ما كل ده وارد. وبعدين سيدنا داوود ربنا اتكلم عن جمال صوته وقال يا جبال أوبي معه والطير. سيدنا داوود لما كان يغني بالمزامير اللي أوحاها ربنا إليه، المزامير ما كانتش أحكام، ما كانتش حلال وحرام، كانت حكم ومواعظ، كانت حكم ومواعظ بس، لا فيها أحكام ولا حلال ولا حرام. وبالتالي المواعظ عشان تخش قلوب الناس ما تتقالش بقى كده زي الخطب. فكان يقولها داوود بالغنى، كان يغنيها، فالناس لما تسمعها غنى تحفظها، ولما تحفظها تستشعرها تعمل ايه بيها، كانت دي المزامير. سيدنا داوود لما كان يغني بالمزامير الطيور اللي طايره في السماء تقف عن الطيران، تقف عن الطيران، تقف. فبص بقى، بص فوق وكده، السماء مش باينه من الطيور الوقت واقفه تسمع وتردد وراها كرائي القرص، والجبال نطقت انطق الله، تردد مع داوود نغماته. فالصوت الجميل ربنا خلقه، وبمفهوم المخالفه تجد ربنا برضه بيقول في القران ايه؟ ان انكر الاصوات لصوت الحمير. اذا فهناك صوت المنكر تنكره الاذان، وهناك صوت محبب جميل ترنو اليه القلوب وتحفو اليه الاذان. فاحنا نعتقد ان السماع لا باس به، هذا ما نعتقده والله اعلم بالشروط اللي احنا قلناها، اللي هو ده تعميم، ما يبقاش فيه وصف معين لست معينه، وما يبقاش الكلام يحرض على الفكر، ما يحركش الشهوه، ما يحركش الشهوه، ان نحرك المعاني الحلوه الجميله. الحب مش حرام، الحب مش عيب، الحب ده طبيعه، فقد الانسان تحب ابوك وتحب امك وتحب اولادك وتحب مراتك، امر طبيعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب السيده عائشه، والسيده عائشه انثى ست، يعني في حب بين الرجل والمراه، المهم ان يكون الحب مشروعا، مشروعا بما احله الله. بايه؟ بانك تبتدي مع الطفل من صغره يسمع ايه في الدور بقى؟ هيسمع الحاجات الحلوه، المعاني الجميله، المعاني الجميله، الكلمات الرقيقه، المشاعر الفياضه، الالحان اللي بتطرب التي تدغدغ احاسيسك. من هنا بتربي ذوقه على الاستماع من البدايه. وانت قدوه في هذا، لان هو متى ما سمع خلاص ودنه راحت من صغره للحاجه دي، مع الوقت استشعر الذوق ده. ولذلك تجد اللحن الغربي لا يستشعره او لا يستشعر جماله الشرقيون، زي السيمفونيات مثلا، سيمفونية فلان وسيمفونية فلان وبيتهوفن وفلان وعلان وترتان، الكلام ده كله ما حدش يتذوقه، عباره عن ايه؟ دوشه، دوشه وهبوء وبيق وبتاع وحاجات كده تقلب الدماغ. الجماعه اليابانيين لما جم في افتتاح الاوبرا، شوف انتوا بتحسوا ازاي، وعملوا دعايه وقال لك الفرقه دي ما تخرجش من اليابان ابدا الا بقرار امبراطوري من امبراطور، والله ما حصل، ولاول مره في التاريخ تخرج، العالم كله استنى وانا منهم. من عايز اشوف ايه دي؟ ايه اللي بيخرج بالقرار الامبراطوري ده؟ حاجه يعني طبعا فن فوق فوق الخيال. وهم بتوع البوكي بوكي ده ولا
كابوك يعني نزل كوبوي ولا البولي وطمطم ولا حاجه كابوك، حتى اسم كابوكي كابوكي على ملا وشك. انتوا طيبين ها؟ طب الثلاث ليالي ربنا يتمموا خير ان شاء الله. ما حدش استشعره ابدا. ما حدش تذوقه ابدا. عندهم هم علاقه طبعا شيء غريب ها؟ لكن في مصر ما حدش استشعره. ليه؟ هناك في اليابان الطفل من صغره بيتفرج على الكابوكي ده وبيسمع الكلام الفارغ ده فتذوقه خلاص حفظ. يعني مشاعره وجدانه واحاسيسه خلاص. عندك انت هنا الطفل من الصغر بيسمع ايه؟ الناي. بيسمع الناي وبيسمع بقى المواويل وبجد الهلالي والربابه من صغره من طفولته بيسمع اللحن الشمس، بيسمع الوحده. الوحده بقى النغمه اللي على الوحده اللي فيها ايه؟ يعني كده. فطبعا الاذواق من الصغر تتربى. من هنا ينبه الشيخ الشاب لتربيه الذوق في الايه؟ في الاولاد. الذوق في الاستماع. تعالى بقى شوف زي ما قلنا زمان هتجد اغاني اسمهان ام كلثوم اغاني كلها كلمات رفيعه. ها؟ احسن اختيارها. شعراء بذلوا الجهد في صياغتها. الحان محترم. اسمع بقى دلوقتي تسمع وتسلم زي ما بيقول الشرايط اللي ماشيه تلف على الناس واللي الكل بياخد. تلاقي الولد سايق العربيه وحاطط الشريط وصوته عالي جدا واكنه حاطط ميكروفون والعربيه كلها ما تساويش مثله على عربيه اليد قد كده صغيره خالص يعني صغيره جدا وعامل فيها سماعات وبتاع بتاعت لوري مش سماعات عربيه صغيره بيسمع الناس في الشقق يعني الواحد يبقى قاعد في بيته ويسمع الزيطة ايه ده في ايه عربية معدية شيء مذهل وحاطط ايه بقى الشاب ده حاجات غير مفهومة حاجات غير مفهومة وطلع بقى الناس اللي هم بيعملوا الشريط وانتهينا هو الشريط يعدي بيه وخلاص الشريط ياخد له في 500 جنيه ويجيبوه من على القهوة ويدوا له 500 جنيه هو والكباب بتاعه والشاعر اللي هو عامل نفسه مؤلف اغاني ده ياخد له 200 300 جنيه غنوة ويطلع الشريط يبيع 4 جنيه يعمل له 2 3 مليون جنيه مكسب. الشروط بتباع ب4 جنيه. الشروط بتكلف عندهم في الخامه اللي بيعملوها 150 قرش. لما يتباع ب4 جنيه يعني 2 جنيه ونص مكسب في الشريط. 2 جنيه ونص مكسب في الشريط، في مليون شريط ب 2 مليون ونص. ازاي؟ ازاي تسمحوا بحاجه زي كده؟ واسمع بقى الاغاني وشوف. مش قادر اقولها. مش قادر اقول يعني انا طبعا باخد خبر بكل حاجه لان لازم انا عايش في مجتمع ولازم اعرف الدنيا فيها ايه عشان لما اجي اتكلم معاكم انا بتكلم من منطلق الارضيه اللي انتوا واقفين عليها والا انا برج عاجي من الشاه مش حاسس بالدنيا انا مش ناسك انا لو من النساك كان زماني في صومعه او في مغاره في جبل اتعبد وخلاص لكن ده انا وظيفتي اني اقعد معاكم واتكلم معاكم فيما يدور فالشرايط طبعا بقى اسمع عنها شريط بتاع لولاتي مثلا طبعا لا صوت ولا نغمه ولا كلام والناس كلها بتاخد موضه وشريط تاني طالع عندكم في اسكندريه هنا بتاع واحد طبعا هو قال لك الهس بس اللي ماشي يفك واللي ماشي يدق والكلام طبعا ملوش معنى ولا له طعم ولا له طعم كلمات ممجوجه والحان سخيفه كلها عباره عن تربيه طبله تربيه طبله فين تربيتها الناس بتتنطط وبعدين تيجي تفتح التلفزيون تلاقي مذيعه محترمه وبتاخد مرتب والتلفزيون بيصرف عليها وتسافر بره وتجيب احدث الاغنيات بره عماله تجيب لنا حاجات ما انزل الله بها من سلطان العالم يغني وانا اظن مره ومرات قلت لكم نفسي اشوف برنامج في التلفزيون العالم ينتج العالم يغني، العالم لو بيغني كده اللي بتجيبه من معجزات العالم يغني ده، لو ده العالم
ما كناش احنا كمل ما كناش كمل. عارف ليه؟ لان العالم اللي بيغني ده هو اللي بيطلع القمح اللي احنا بناكله. ها اللي احنا بناكله. فلو العالم ده بيتنطط كده زي ما بيوريه لنا في التلفزيون بيغني بالشكل ده اهو، يستحيل ان احنا خدنا المعونه الامريكيه دي. هو منين؟ مين هيزرع ده كله بيتنطط؟ ده كله مهووس، اللي عنده هوس، كله عنده هوس. وانا سافرت بره ولفيت العالم ما لقيتش العالم بيغني، لقيت العالم بيشتغل من 6 صباحا ل 6 مساء، 12 ساعة امشي في الشوارع ما بشوف بني ادم واحد ما بشوفش، ما بشوفش بني ادم ولا بني ادم، وكأن الناس القرى والبلاد مهجورة، ما فيش سنة في شغلهم. تعال انت امشي هنا الساعة 12 الظهر ما تعرفش تمشي من الزحام، العالم ده رايح فين وجاي منين؟ ما فيش انتاج، ما فيش شغل، كله عاطل، كله عاطل على الباطل، يعني حاجة ما شفت. فالعالم يغني، طب ما تجيبوا لنا العالم ينتج، اهو ده تربيه الذوق. فلما يجي برنامج زي ده في التلفزيون العالم يغني، اولادك الصغيرين يسمعوا، وتيجي تعد بقى وتقول لك ايه وصلتنا رسائل من فلانه ومن علانه ومن ترسانه وفلانه وعلانه، وبناء على طلبات المستمعين واخر البرنامج بتاعها تقول لك بقى الاغنيه للتسجيلات بتنبهك بقى عشان تفيق كله يجيب شرايط ويحط، تطلع البيت في الصبح صح بقى لابسه بنطلون محزق وراح تتنطط في المدرسه وتقول سمعت كلام الفارغ بقى بتاع ماري موتيوي، مش كده برضه؟ والى اخر بقى الاسامي بقى، تقول لك الشيخ بيجيب الكلام ده منين وبيسمع الاسامي دي ازاي؟ لازم الواحد يعيش في الدنيا يشوف يشوف الوحش عشان يعرف يقول كويس ايه. فده تربية ذوق، فالتلفزيون بتاعنا غلطان. دي حاجة. الحاجة الثانية بقى بعد الاغاني انها رابطه والكلمات القميئه والحاجات البايخه والنغمات المجنونه والتقليد الاعمى والاغاني الغربيه والكلام الشرق ده كله، نيجي نشوف بقى الذوق في العين. في العين بقى تجد برضه التلفزيون يتحفنا، يتحفنا بعروض الازياء العالميه، ويجيب بقى بيوت الازياء المختلفة، بيت في عروض الازياء، ويجيب الراجل المصمم، واول ما يطلع المصمم بقى ماسك ايد بيت كده بده بيعرضوا الازياء ويروح طالع ولابس اللي بتسقف له ويبص على الكاميرا ما فيش عارف نشوف جابوا له نشوف الست، ما هو شعره نازل لحد هنا ولابس محزق وماشي يتقص على اخر زي عربيه الازياء بتاعته، او ده تربيه ذوق في النظر. الشباب لما تشوف كده تفتكر ان هو ده الحلو وهو ده كويس. وبعدين تشوف الازياء بقى بتاعت الغرب او الازياء في العروض للعرض بس، مش للبيع، مش للنفس. واحنا لما سافرنا بره ما شفناش ناس لابسه الكلام ده ابدا ابدا. يجوا عندنا هنا بناتنا الصغيرين يشوفوا الكلام ده يعملوا ايه؟ يقلدوه على طول. فحتى الازواق اللي في، وتشوف دلوقتي الموضه اللي جايبينها وللشباب النهارده بدا يلبسها. الجاكيت اكتافها نازله واسعه عليه، جاكيت تابوه لابسها وماشي يغق فيها. ايه دي؟ ايه الموضه فيها؟ شوف الذوق، الذوق انتهى، ما بقاش في ذوق. وايه؟ والكم تاني كم الجاكيت مطويين عليه تانيه قال ايه دي؟ دي موضه. وزراير الجاكيت تحت يعني مش في مطرحها ساقطه، والكتاف ساقطه، والاوليفيرا بتاعت الجاكيت مش عارف عامله ازاي. وتيجي للبنطلون بقى كشر كشر من قدام ومهرول مهرول وماشي كده حاجه ايه دي؟ يقول لك ده الموضه. موضة مين؟ يقول لك موضة بيير كاردان وكريستيان ديور ومعرفش ايه الكلام الزرق ده كله. وتبص على البنات تلاقي البنت لابسه جيبه نازله ضيقه، وبعدين مره واحده بقى نازل منها ايه؟ انت عارف الورق اللي بيسموه يعملوه طيارات كده العيال زمان، قصايص 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 دايما داير قصايص قصايص. ليه كده؟ ايه المنظر القميء ده؟ عامله زي الطاووس الازعر، يعني مش التاووس اللي ديله حلو، الاضعف ليه؟ ما هي بقى صغيره قصايص وصغيره كده. ها؟ كلامنا مش مظبوط. ومره يطلعوا الموضه قصير تمشي البت عريانه في الشارع وتقعد بقى قدامك في الاوتوبيس تقعد تشد وتشدني ما تطولين، ما بلاش استهبال، ما انت لابساه عشان اشوف بتغطي ايه؟ بتغطي ايه؟ انت لابساه كده مخصوص عشان العالم تبص لي، تقعد بقى قدامك تقعد في الصاله تقعد تشد كلام فارغ بتدعي الحياه. وهي قد فقدت الحياء منذ زمن بعيد. اهو ده برضه اسمه تربيه ايه؟ الذوق. تربيه الذوق في اللبس، تربيه الذوق في السماع، تربيه الذوق في الكلمات والحوار والاخذ والعطف.
تتفرج على المسلسلات بقى تجد واحد يعني مش عارف اسميها ايه, بيقولوا معرفش عليه ايه بتاع الشاشه, وحش الشاشه ولا معرفش, مفيش فيلم يطلع فيه الافندي ده الا يقول لك وشرف امي وشرف امي. طب انت تعود الاطفال انها تحلف تقول شرف امي, شرف امك اصبح لعبه في لسانك. اولا من كان حليفا فليحلف بالله, ده من حيث الدين, من حيث اللياقه والادب. امك شيء كبير, شيء عظيم, شيء في البيت, شيء مكان ابوك يستحي يجيب اسمها, يقول الجماعه الجماعه بتوعنا, يقول ام العيال, يقول العيال العيال يلاحظ العيال دول الجماعه, ابوك كان يستحي يقول اسمها. لما انت تقعد تحلف في شرفها, شرفها بقى مضغ في الافواه وشرف امي, يقوم يرد عليك يقول لك ايه كذاب, انت بتحلف بشرف امك, يقوم يرد عليك المتكلم معاك يقول لك ايه انت كذاب, يبقى انت حلفت بشرف امك ايه كذب. أيوة لا شرف امك ايه, لا احلف بربنا, يبقى شرف امك ما هوش بعيد يعني, ما مش شيء طيب. طب ما هو ده بتسمعه الاولاد, ما فيش فيلم النهارده الا ما تسمع فيه يا اولاد ويشتم الاب, يشتم الاب, ها مش كده برضه بيشوفوها طبعا الافلام دي, والست تقول يا ابني كذا الممثله وهكذا, كلمه قلب دي على لسانهم على طول. يا ريت بيقول حتى الكلب للشخص اللي بيشتمه, لا ده بيسمي ابوه يعني بيه, بيخلي ابوه هو اللي ايه اللي كلب. وبقيمة بقى الله يخرب البعد بقى بيطهم, ها اسامي الافلام بقى, تشوف اسامي الافلام بقى, اسمع اسامي الافلام اسماء ايه, يا عزيزي كلهم لصوص مش كده, يا كلهم مش كلهم, كلهم يا عبيط يا عبيط كلهم, شفت ازاي ابقى شفت هادي ده دي لوحدها درس, ردة الشاب اللي قاعد قدامه دي لوحدها درس. انت لسه ازاي تقبل على نفسك تقول كده, ازاي تقبل على اخوانك اللي قاعدين حواليك تقول كده, كلهم يا شيخ هم اللي حواليه, هم اللي مؤلفين الفيلم واللي ممثلينه واللي بيعرضوه في التلفزيون, هم دول اللي حواليه وبيتكلموا على انفسهم مش احنا, احنا شرفاء, احنا امناء, احنا رجال هذه البلد. لولانا كانت البلد راحت في داهيه, كانت راحت في داهيه لولانا احنا. احنا اللي احنا مين؟ احنا بتوع ربنا, احنا اللي قاعدين في مسجد الموسى, واللي قاعدين في مسجد سيدي جابر, واللي قاعدين في مسجد عمر بن الخطاب, واللي قاعدين في مسجد ابي طالب عبد ابي طالب, واللي قاعدين في مسجد ابراهيم. الناس اللي قاعده في المساجد اللي بتعرف ربنا دي, لولا دول كانت البلد ضاعت, كان ضاعت البلد, لان هو نفسه بيعترف ان كلهم وحوش. والتاني بيقول لك ابوه فوق الشجره, ابوه فوق الشجره, طب امه فين؟ في العش ولا طارق؟ حاجه عجيبه قوي, ايه العالم دي؟ وفين الرقابه؟ خد بالك بقى الرقابه عندنا في بلدنا على حاجه واحده بس, اوعى تجيب سيره الحكومه, اوعى تجيب سيره الرئاسه, اوعى تجيب سيره النظام, بس بدل ما بتجيبش سيره النظام الديمقراطي والتي استضافته الشعوب الكادحه والمكافحه ونسبه 50% من العمال والفلاحين في مجلس اي الشعب مشهوره, واخد باله الساده, والخط الذي اخترناه واخترناه بنفسنا والحياد ولا ايه؟ عدم الحياد, عدم الانحياز والحياد الايجابي في خط بتاعنا ده. واوعى تستغل معاناه الجماهير, ما تتكلمش على الدقيق والرز والفراخ والحاجات الناس مش سيئه والزيت والرطب خلاص بقى انا اتفوت, بدل ما تجيبش سيره الكلام ده, بدل ما تجيبش سيره الحكومه والسياسه والتنبذين والحاجات دي كلها, خلاص وقول بقى زي ما انت عاوز, هبل بقى زي ما انت عاوز, الرقابه مش هتفعلها بلد المقص ابدا, ان ما تجيبش سيره الحكومه والرئاسه والنظام المقص يقص لسانك, لسانك ينقص. طيب لما يبقى واقف واحد على المسرح يتنطط يتنطط ويقول النابوس حرق, الممثل له بلدان اللي بتحتاج, ايوه ما انا عارف ان انا زي ما انت بتقول كده, ويقف في مسرحيه مسمينها مدرسه المشاغبين
ويقول ابوه اتحرق ابوه اتحرق ابوه اتحرق. في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ ابوه اتحرق والتاني جاب شنطه بيتاجر معرفش ايه والنظر بيقول له ايه ازاي الالفاظ دي تتقال؟ ازاي الالفاظ دي تتقال في التلفزيون ويشوفها ابنك ويشوفها بنتك؟ خلاص الذوق العام انحدر. انتوا عارفين زمان يا جماعه مصر كان فيها حواري وشوارع وازق زي زقاق المدق تحتات الرياده زقاق ايه؟ المدق. كان في بقى حاره العوالم في شارع محمد علي، كان في حاره اسمها حاره العوالم، وحاره اسمها حاره اليهود، وضرب اسمه ضرب القرودي، ضرب القرودي، والسيده زينب كان في ضرب اسمه ضرب البهلوان. ها؟ فكان في دروب وازقه وحوالي وشوارع. المفروض على الحكومه انها تنقل حضاره الشوارع الى الحواري والازقه فتوسعها وتغير اساميها، بدل ضرب البهلوان وضرب القرودي وحرق العوالم والكلام ده، تسميها اسامي نظيفه وتوسعها وتنقل حضاره الشوارع الى الدروب والازقه. الدروب والازقه بتعمل ايه؟ بتعمل ميه الوسخه من الشبابيك على الشارع، والمجاري بتفتح عندهم لان مفيش صرف صحي، مجاري وتيجي العربيه بتعمل ايه؟ تسحب وتشرب. ها؟ المجاري اول باول كانت من الدروب والحواري والازقه. اللي حصل للاسف الشديد تحت بند بقى لا صوت يعلو على صوت المعركه، انتقلت الحواري والازقه والدروب الى ايه؟ الى الشوارع، بقت مصر كلها حواري والحمد لله، احسن شارع في مصر. بص اتمنظر عمارته، شوف الصراصير والزباله اللي موجوده في احسن عماره في مصر. شوف احسن شباك في احسن مطل على انظف شارع. هتلاقي الغسيل الوسخ منشور. هتلاقي الناس بتبلق المايه من فوق، هتلاقي الكاسيتات اللي واقعه والتلفزيونات اللي عاليه، وهتلاقي الحضارات وهتلاقي الوساخات في كل مكان في شوارع مصر. بعد ما كان شارع اسكندريه، شارع اسكندريه دي تتكنس وتتمسح، مش تتكنس تتمسح. وكانت المطره تمطر في اسكندريه سبعة ايام مفيش نقطه ميه في الشارع، مفيش نقطه ميه في الشارع. اللي فيكم حضر الكلام، كان الكمساري في الترماي لابس البدله زي الفل مكويه ونظيفه والطربوش مكوي ونظيف ماشي، تذاكر يا بهوات تذاكر يا بشوات. مش كده؟ تعالى النهارده شوف الكمساري لابس ايه؟ قميص اخضر وجاكيت بني وبنطلون ازرق وصندل زنوبه، شبشب زنوبه في رجله وماشي خربط بالبتاع وهيتخانق معاك هيضربك. الفرق يا كمساري وكلام ده قله الادب. طب ليه كده؟ يبقى اتنقلت الحواري والازقه الى الشوارع. زمان كان الحواري والازقه دول اما الولد الصغير الطاهر او يحصل لهم فرح او في شم النسيم والمواسم يجيبوا عربيه كار ويأجروها، عربيه كار، وتطلع الستات تقعد على عربيه كار دي ومعاهم العيال وياخدوا معاهم طبله ورق، وتمشي العربيه كار دي في لفه الحواري والشوارع يطبلوا ويزمروا، وتقعد بيت تتحزم وترقص على العربيه الكهرباء، وتفوت بقى على البوظه، ما هي كل حاجه كان فيها بوظه والكلام ده كله. المناظر دي النهارده بقى في عربيات الكهرباء دي زمان ما كانش تاخد الحواري تدرس، لان في ذوق وفي لياقه وفي نظافه وفي حاجات كويسه. النهارده بقى طالبات الجامعه وطلبه الجامعه بيروحوا رحلة ومعاهم الطبلة والرقة، بس فيهم طبعا طلبة الجامعة أعلى مستوى تعليم في بلدنا. بتلاقي ماسكين طبلة ورقة على الكورنيش هنا بيعملوا إيه؟ بيطبلوا ويغنوا. ليه؟ ما هو شاف الأفلام، شافوا الأفلام، شافوا طبعا الفيلم الشهير اللي قعد يعرض سنوات بتاع طالبة الجامعة بنت الرقاصة اللي ارتخبوها طالبة مثالين، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ اسمه ايه؟ زوزو. شفت ازاي؟ طالبة امها رقاصة
الله لما تروا عليها في الفرح ولا واحد شايلها وراح متحزنه ونزل اي 10 بلد خلاص. قالوا انت خدوها تقريبا ايه مثالية بترقص بالليل وتذكر بالنهار متعودة من البيت للجامعة ومن الجامعة لايه للبيت. حاجات طبعا شوفوا ازاي انتوا بتضحكوا الذوق العام ازاي فسد. تشوف بقى كل المسلسلات وتشوف كل الافلام وتشوف اسامي الافلام بقى حاجات بطالة للغاية. الافلام فيها شتيمة، الكلام كله كلام وحش، كلام هابط، كلام ساقط، وبعدين الناس بتسقف والناس بتضحك والعيال بتتفرج على التلفزيون وبتضحك والعيال طبعا بتتعلم الكلام ده بقى. احنا اللي خرمنا التعريفه واحنا اللي دهنا الهوا دوقه وفي مسرحيه ثانيه العيال بيضحكوا على ابوهم ويعملوا له معرفش ايه ويسرقوا شنطته ويحطوا فيها ايه. مسرحيه العيال كبرت، مسرحيات كتير لا عد لها ولا حصر، كلها كلام بطال وكلام وحش وكلام هابط. لما اولادك يشوفوا الكلام ده يشبوا على ايه؟ على مثل هذا الكلام. من هنا نبه الشيخ الشاب لمراعاة تربية الذوق في ابنائه. ما يقولش بقى طب هيعملوا ايه الدنيا كلها كده، لا انت كده محترم، انت ولادك يبقوا محترمين. يكفي انك انت تبقى محترم واولادك يبقوا ايه؟ يبقوا محترمين. لو انا عملت حساب ان ولادي اربي ذوقهم ويطلعوا محترمين وانت والتاني والتالت هيجي وقت علينا يبقى في امل ان مصر تنضف، تنضف من الرعاع، الرعاع اللي سيطروا على كل شيء النهارده، الرعاع اللي خرجوا من حرق العوالم وسادوا في بلدنا وهم خريجي حارس العوالم وبدا شغل العوالم يبقى في التلفزيون ويبقى اسم فن ويطبلوا له ويديله جوائز وتبتدي بناتنا تشوف الكلام ده تقلده. دي نقطه في منتهى الخطوره وبعتقد انا انها اهم نقطه قيلت في جميع الارشادات والنصائح للشيخ الا وهي تربيه الذوق. تربيه الذوق لان الذوق ده يكون شخصيه الانسان، حواره، كلامه، ادبه. شوف افلام زمان، افلام زمان كان يقول يا حضرتك يا حضرتك يا سيد، كان في كلمه من فضلك، كان في كلمه من فضلك، كان في كلمه اشكرك. حتى افلام نجيبه بحال اللي هي افلام المفروض انها كوميدي والف شفنا تلاقي ما فيش كلمه نابيه ومع ذلك الناس بتضحك. النهارده الكلام كله صياعه، كلام الخرابه، كلام الخرابات. الناس اللي بتستوعب زمان في الخرابات ده كلام الخرابات وكانوا بيسموه فن شعبي. فالوحله سحبت والمجاري اللي كانت في الازقه سحبت على الشوارع والاحياء الراقيه. الاحياء الراقيه خلقا مش مالا، مش فلوس، مش غنى، لا. ياما ناس فقراء جدا وعايشين في اوضه وتخش الاوضه تلاقيها زي الفل. بلاش كده البواب. البواب زمان على عماره تشوفوا قاعد لابس علمه بيضه قد كده. بيضه بتشف وترف، لونها بيضه وجلابيته بيضه زي الفل. وقاعد على دكه زي الفل على باب العماره. سن من العماره بيبرق بيلمع. ازاز الباب بيبرق وبيلمع. اي حد يجي داخل باب العماره يقوم يقف احتراما له وكمان لحراسه العماره. اي خدمه يا بيه، سيادتك عاوز مين يا بيه، حضرتك طالب مين يا فندم. كان في زمان شوف الباب النهارده بقى بيقدر فرقه مفروشه والناس بتخدم اخواننا العرب واللي كان قفش بواب عنده ثلاث عمارات في الجمال ده بيبقى عنده ثلاث عمارات. اصبح البواب بيتاجر في العمله وبيأجر شقق مفروشه وبيبيع مخدرات وكلام هذا القبيل. والعمارات اتوسخت ما بقاش البواب النظيف بتاع زمان او ده بواب تشوفه تلاقيه زي الفل. النهارده صاحب العماره ما بقاش نظيف،
لا لبسه ولا تصرفاته ولا كلامه ولا اسلوبه ولا حاجه ابدا. مفيش كلمه من فضلك اتنفت اتشطبت من قاموسنا خلاص. كلمه من فضلك دي اتشطبت. تعالى اطلع سلم اي حاجه عماره اطلع سلم قابل اي واحد نازل اتحداك لو انا السلام عليكم ابدا. اللهم تحصل اللهم تحصل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام وقال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. شوف النهارده في الاتوبيس ست تطلع واي راجل عنده ذره دم يروح في قعده. لا يا عم مين؟ يقول لك انا زي زيها انا شقيان انا تعبان ما بتشتغل خليها تشتغل. مش طبعا البنت تشتغل مش عاوزين مساواه خليها واقفه ومش ماسك يا ريت سيبها واقفه في حالها بقى. لا تتلم الضبابيه حواليها وتحصل بقى الحياه اللي انت طبعا تشمئز من ذكرها. فين الذوق بتاع الشاب اللي يمسك الكبير يطلعه اوتوبيس؟ لا ده يدوس عليه ويطلع هو. كل ما ترحى عليه بقى مفيش ذوق مفيش ذوق. انعدم الذوق وانعدم الاحترام. ليه؟ من البدايه خالص بدات ازاي؟ بدات كنا زمان لما ندخل بالجوابات نقول ايه؟ السيد مدير عام المصلحه. فصار تعميم على كل المصالح والحكومه ممنوع كتابه كلمه السيد. ليه؟ اذا كان ربنا خلق الناس الساده وعبيد هتيجي انت تسويهم ازاي؟ تسويهم ازاي؟ وابدعت الثورات وقتها انها هتسوي دول الناس والعداله والحريه الاجتماعيه والعداله والكلام السابق مش حاجه اتحققت. كل ما هنالك انه خلى الساده بقوا عبيد كله بقى بياخد على قفاه كله بقى كبير وصغير بياخد على قفاه. بعد ما كان الناس اللي فوق محترمين وكان الوزير من دول ما يعجبوش حاجه بيرمي استقالته وتاني يوم يطلع تصريح وجرنال استقال ليه؟ النهارده تصبح الصبح تقرا الجرنال تعيين فلان فلان وزير. طب واللي فات راح فين؟ وعارفين النكت ده بتاعت مجلس الامه زمان ان الراجل رفع ايده ودفع رئيس المجلس قال فيه ايه؟ قال له الراجل اللي كان جنبي راح فين؟ طلع نكت. والكلب اللي ماشي خارج من مصر وعلى حدود ليبيا لا كلب تاني. بيقول انت جاي تعمل ايه؟ قال لي انا جاي من ليبيا ليبيا حفره جافه جايه مصر بيقول فيها اكل كتير. قال لي يا عم ده انا طالع من مصر. قال لي طالع من مصر ليه؟ قال لي عاوز يهوهو. مش اتقالوا في النكته دي؟ عاوز يهوهو كمله الافواه. يا جماعه اصحوا اصحوا. احنا بنحسب 18 سنه حفره. بنحسب 18 سنة ذل. بنحسب 18 سنة عار. عاوزين نفوق بقى. عاوزين ننضف بقى. عاوزين نبطل الكلام البطال والكلام القبيح وقلة الأدب. عاوزين نحترم نفسنا. عاوزين نبقى محترمين. مش راجل يبقى محترم وبعدين يتضرب على قفاه مثلا. لا. عاوزين الناس يبقى لها حقوق. عاوزين بلا أدب يبقى له قيمة. البلا أدب يبقى له قيمة. حفرة قدام باب بيتك. ما تتبعش 24 ساعة. لازم تبلغ عنها ولازم تبقى انت تسد. تبقى انت تسد. انما بالشكل اللي احنا شايفينه ده مفيش مراعاة للانسان ابدا. فولت الكهرباء يطلع يعلى مرة واحدة تتحرق جميع الاجهزة في الحي. تقدر تتكلم؟ تقدر تطبخ؟ تقدر تقفل تعويض؟ ما تقدرش. ليه كده؟ ليه؟ حقوقك فين؟ حقوقك ضاعت ليه؟ لانك خلاص انت متبنج. انت متخبط، انت خفايا عليك الفيلم والتلفزيون والمسلسلات اللي ربطك وشد عليك والكاسيتات اللي شغاله ورا ويقول لك وخلاص انت وين على كده ونسيت كل حاجه. فنرجع تاني نقول ان تربيه الذوق في ابنائك وفي بناتك شيء هام جدا. واول باول انا ما بقولش امنعها من الفوز على التلفزيون، لا افتح التلفزيون لحد ما تخليها تتفرج لوحدها، اقعد جنبها. وكل حاجة غلط علق عليها مش لها. ما تقولهاش. كلم مراتك قولها شوفي فاكرة زمان لما كان في الأفلام كان يقول إيه في الموقف ده؟ شوفي دلوقتي بيقول إيه؟ شوفي الولد بيتنطط زي يقول أبوه اتحرق. فين بر الوالدين؟ شوفي الراجل اللي بيحلف بشرف أمه. شوفي المهانة. شوفي قلة الأدب. شوفي بتكلم مين أنت بقى؟
اتكلم مراتك مين سامع العيال؟ يبقى عن طريق غير فباشا عشان ما تقولوش خلي بالك شدوا ليه اوعى تقول زي لا لا خلي بالك من الكلام عن طريق ايه غير مباشر. تربية الذوق ده في ابنائك شيء مهم جدا زي ما قلنا الذوق فيما يسمع الذوق فيما يرى الذوق فيما ينطق الذوق فيما يلبس الذوق فيما يتصرف ويسلك الذوق في كل شيء. اذا ربيت الذوق في ولادك هيطلعوا محترمين بغض النظر عن الغنى والفقر هيطلعوا نضاف بغض النظر عن الغنى والفقر. انا في مره من المرات ركبت عربيه مرسيدس احدث موديل سنتنا لوحده عزم عليه قال لي اركب معايا قلت له اول وركبت العربيه جنبه واذا بي افاجئ بصرصار طالع على رجلي في العربيه المرسيدس حدث موديل قلت له مش وقف ونزلت وهو نط قال لي في ايه؟ قلت له في الصوت قال لا ما تدقش العربيه ما لهاش رصيد ليه؟ ليه؟ انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ايه؟ قال لي هنا في الجراج جراج وبعدين بشيل العربيه بقى ريحتها بقى طبيخ ما هو عمال بقى بياكل في العربيه وحاطط فيها وساخر حاجه في حاجه قميئه وقدر مرسيدس والله كان احسن احدث موديل في وقتها صرصار اهو ده غنى اهو ده غنى ودخلت عشش فقرة عشش فقرة بتشف وبتلف هي حصيرة لكن زي الحمش بترسمها الست بترسمها الحصيرة بتنزل الست فاطمة فقري فاطمة جابت النبي بتقدم لي شفها عرفتها كمان فاطمة ها باروخة المسجد او فاسوخة المجلس ها فاطمة دي ايه جات كده بتشكي بتقول لي الحصر عاوزك تنغسل نبه عليهم خليهم يغسلوا الحصر لمده 3 اربع ايام انتوا عارفينها وشايفينها من اقصى الصعيد لو تكلمها ما تفهمش ولا كلمه من اقصى الصعيد ما تفهمش من كلامها ولا كلمه بتقول لك الحصر عايزه تنغسل هي انت عايزه دخلت التاريخ يا فاطمه شفت ازاي فكانت زمان في الست فقيرة عندها حصير لكن بتغسلها عندها ملاية واحدة لكن زي الفل بتسحرها بتغسلها زي الفل القلية مغسولة ومدعوكة بالليفة كانوا يدعكوا القلل بالليفة والصابونة تبعت القلة وتحط مظهر وتحط لها غطا الغطا بتاع القلة ما هوش ذهب غطا فخار برضه فخار مع القلة عشان تبقى مغطية عشان المية ما يجيش عليها ترابة او يخش فيها حشره. القله زي الفل زي الفل تمسك القله وتشرب ما تخافش ما تقلقش وتروح في بيت البشوات الكوبايه اللي بتتقدم لك ريحتها زفاره ليه عنده ديش ووشر اسمها كده ولا ايه؟ ولا اكون غلطت ان ساعات يمسكوا لي على واحده ويقول لك بتنطقها غلط ها؟ يعني غساله صحون عنده غساله صحون والهام بتحط الصحون في غسالة ها وباشا وشقته 12 15 اوضه والكوبايه زفر تقرف اول ما تحطها كده وتروح حاططها تاني انا كنت عايز تشرب اه رجعت في كلام ما هقول له ايه فالنظافه ذوق الكلام مع الناس ذوق اللبس ذوق الاسلام كله ذوق كله ذوق تسمع القران كله كنايه بيتكلم عن الراجل مع مراته يقول ايه؟ فلما تغشاها شوف الكلمه شوف الرقي الغشاء غطس لما تغشاها شوف اكنه غطاها بايه؟ بنفسه حملت شوف شوف الكلمه فلما تغشاها حملت شوف الرقي يا اخي شوف لما اقول او لامستم النساء شوف الرقي في الكناية في التعبير شوف شوف يا مولك ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربك شوف الرقي في التعبير ادي الاسلام ادي الاسلام رقي في التعبير ذوق في المخاطبة حتى ربنا لما خاطب الكفار خاطبهم بذوق شوف
يوسف لما يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. شوف لما يقول كلا بل تكذبون بالدين بكلم الكفار، كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف القران لما بيتكلم عن الملائكه ويقول الروح الامين، شوف بيسمي جبريل ايه ويقول عن الملائكه كراما كاتبين، بيخاطب الكاتب، الكاتب بيقول له وان عليكم لحافظين، حتى كلمه حافظين ما قالش مراقبين. شوف التعبير، هي الملائكة دي بتراقبك لكن ما قالش مراقبين. الكلمة قد ينفر منها السمع، قال حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف الرقي في التعبير، قد الإسلام، قد الإسلام، الإسلام إيجاز وإعجاز في الكلام. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف أحاديثه والإعجاز في الكنايات فيها والأدب الراقي. شوف لما يقول لك ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، بس شوف كم كلمة، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. شوف لما عمر بن الخطاب يتكلم يقول لك ايه، البر أمر هين وجه طليق وكلام لين. بس مش الرش بعمليه لك عملت. شوف الكلام الرقي في التعبير، او ده ذوق، اختيارك للالفاظ او ده ذوق، مراعاه حسيس اللي قدامك او ده ذوق، ما تجرحش مشاعر الناس او ده ذوق، تكلمه باسلوب ما تجرحوش او ده ذوق، تسمع غنوه حلوه بكلام جميل بلحن حلو او ده ذوق، تلبس قميص لايق على البنطلون، انت ما عندكش غير قميص واحد وبنطلون واحد، ما فيش غيرهم، هات لونهم يليق مع بعض، هات البنطلون بني هات القميص بيج، ما تجيبش البنطلون بني والقميص ازرق، لا تمد العين على طول. ها البس ذوق، اتكلم بذوق، اتصرف بذوق، اتحرك بلبعه. تعرف الاسلام يمنع ان الانسان يجري، يجري ولو الى المسجد ليه؟ لما الراجل يجري شكله يبقى مهزأ، المفروض يمشي بوقار. اللي بيجري ورا الاتوبيس بيهزأ نفسه، استنى لما يجي لك اتوبيس تاني، منظرك وانت بتجري ممجوج مش ذوق. خد بالك انا بقول حتى للجامع، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، الناس عاوزه تلحق الصلاه ورا سيد الخلق، اللي بيقرا قران بقى هو اللي بيقرا قران بقى ربنا بيديهوله على لسانه، يعني من جبريل على لسان النبي على ود الناس. اسمع بقى رسول الله بيقرا قران، تفتكر كان بيقرا ازاي؟ قرانه كان شكله ايه؟ هذا طبعا فالناس طبعا لازم تجري تلحق البركه وتلحق السماع وتلحق. فلما لقاهم بيجروا عشان يحققوا الصلاه رفض هذا المبدا وقال لهم امشوا في سكينه ووقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. شوف يا اخي، شوف ده بيجري عشان يلحق الصلاه جماعه، لا ليه؟ لانك لما تجري تبقى شكلك وحش، ما تبقاش محترم، مش على مهلك، امشي في السكينه الموقعه، ده انت رايح تلحق الصلاه، لا ممنوع ممنوع، امشي في سكينه الموقعه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الاسلام نظافه، الاسلام نظافه، الوضوء الفرض فيه مره، غسل اليد مره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ثلاثه، سنها ثلاثه. شوف الاسلام المسلم هو الوحيد الذي ينظف نفسه بعد قضاء الحاجه، الوحيد الوحيد. شوف بقى الناس اللي بره دول ملكات الجمال و الاخر، ها بعد قضاء الحاجه بالورق، والورق ده لا يزيل خبث ولا يزيل رائحته ولا يزيل عينه ولا يزيل لونه ولا حاجه، قذاره قميئه فوق ثلاث سبع سنوات. شوف المسلم ده هو الوحيد النظيف
اللي يعرف يعني ايه مية ويعني ايه صابون المسلم. شوف الاجانب بيغسل وشه ازاي، يمنى الحوض يسده ويمنى الحوض وياخد من وشه ويحط على وشه، الوش اختلى مع نظيف، سد الحوض وياخد المية وترش كده، ما يعرفوش يغسلوا وشهم بالصابونه. شوف المسلم ما يقدرش يسد الحوض وياخد كده ابدا، لا ياخد من عماشه ينزله في الميه ويرجع في الميه تاني على وشه، لا مش كده ابدا، لا الميه نازله بيغسل وشه مره واثنين وثلاثه. المسلم بيتنظف 5 مرات في اليوم. رجل المسلم انضف من ايد الكافر، انضف من وشه. ليه؟ لانه بيغسل رجله 5 مرات في اليوم، كل مره 3 مرات. مش كده برضه؟ الكافر ما بيغسلش وشه، لا يسطحه كده بالميه. عندهم حاجه اسمها الشاور، الشاور ده ايه؟ يخش الخرابه يفتح الدش وخلاص ياخد ميه ويطلع. ما يعرفوش الصابونه والليفه، ما يعرفوهاش. ما فيش بيت في بره في 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 الاجانب عندهم حاجه اسمها ليف، ما يعرفوهاش، ما يعرفوش الليف، ما يعرفوش بدر. اقصى حاجه وانضف حاجه فيهم انه يملى البانيو ميه ويبدا شويه صابون سايل رغاوي يقوم متغطس فيه. دي انضف حاجه عنده. فيعني الاسلام نظافه. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نظافه الشوارع ونظافه المساجد، اما نظافه المساجد فقال لك إماطة الأذى من المسجد مهور الحور العين. شوف بقى مهور الحور العين، إنك تشيل أي وساخة تلاقيها في الجامع، يبقى تدفع مطر عشان تتجوز الحور العين في الجامع. ويجي يقول لك عن الشوارع إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة. شوف الإسلام. ويقول لك إيه كمان؟ مر رجل في طريقه على غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. شوف غصن الشجر اللي فيه شوك مرمي في الشارع، فشافه راح واخده بعده حطه على جنب، غفرت له ذنوبه. وانت تروح تحج 7 مرات وتيجي تبلغ الزباله من الشباك ومراتك تعصر الغسيل على الجيران، او ترسل الغسيل مبلول ينقط الاحمر على الاخضر على الاصفر، تبهت هدوم عيالك بتاعت المدرسه، يصبح الصبح العيل بيعيط. ليه؟ ما هو اتبقعت، ما ريالته اتبقعت، من انت ماشي فوق الاحمر والاخضر مرسوم مبلول، ما هي الست ما عندهاش عافيه تاخد، خايفه تضيع عافيتها في العصير، ودي حاجه منتشره هنا في اسكندريه. ما يعصروش الغسيل ابدا، ستات كسالى، ستات بتوع اسكندريه دول كسالى. ما تعصرش غسيل. ليه تنشره كده مبلوك؟ ينزل ينقط بقى على الكل، وتبص عند بعض الناس تجدهم جايبين ايه؟ مشمعات نايلون ويصيروا غاسلهم ويروح حاطين المشمع اللي على الحبال ومشبكين، يا عيني من غلابه ما هي البلاوي نازله، البلاوي نازله من فوق. ايه الكلام ده؟ بتحج يا ست الحاجه، وست الحاجه رايحه وست الحاجه جايه، وبتطوح عصير طماطم من الشباك وقشر البيض من الشباك، بتطوح. والله ساعات الواحد بيسمع اكياس الزباله في حدث الشادي، اكياس الزباله، كيس الزباله، وما في مره تخش العماره تركب الاسانسير الا تلاقي كيس الزباله. ليه؟ ما هو طلع فيه حط كيس الزباله وخلاص ودخل بيت المساعد، غير ان بقى يشده تشد راسه تبدل الاسانسير في الحوش. طب اخش الاقي فيه كيس زباله، اعمل ايه؟ اشيله بقى، انا ارميه بره بقى. فخلاص انت تشيل بقى، غيرك تشيل، مش شفت ازاي؟ وحج، حج بيت الله، ده انت مجرد انك انت تشيل وسخه من الشارع تغفر من ذنوبك ووفر فلوس حجك، الله الغني عنك وعن فلوسك، كفايه عليك اماطه الاذى من التاريخ لك صدقه. كفايه مره رجل على غصن شوك فاخره فشكر الله له فغفر له. الكلمه الطويله في الصدقه. اكم فين الذوق ده؟ فين ذوق الاسلام؟ انما احنا بقى بنتكلم في كلام ثاني. في اي كلام بقى؟ في المظهر بس. في المظهر. نلبس ايه والجلباب ولا البدله ولا نعمل ايه ولا نسوي ايه، كلام كله في الارض بتبيع مصاحف، حتى المصاحف في الارض. تركب الاتوبيس تلاقي البت بتجري في الاتوبيس زي الرهوان وعماله ترمي ترمي في اشاره مرور يرمق مصاحف صغيره كده، سوره ياسين والدعاء، سوره ياسين والدعاء، ياسين ايه هو الدعاء ايه؟ متاجره بالدين ومتاجره بالقران في كل مكان. تبص تلاقي الجامع حواليهم من بره حبال منصوره وجلاليب وطرح وحاجات مفروشة في الأرض، سواك ومسك. هو ده الإسلام؟ الإسلام سواك ومسك وجلابية؟ ده الإسلام؟ الإسلام عزة،
ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. الإسلام عزة، إنما أنت منظر وسواك ومسك وكلام من ده وبتمد إيدك تشحت بتشحت، والدقيق اللي أنت بتاكله والرغيف اللي أنت بتاكله جاي من أمريكا، واليد العليا خير من اليد السفلى. يبارك لهم ربنا في رزقهم وانت عمال يديك ربنا القحط والجد وسبع سنين المطر ما تنزلش والنيل تمشي في مصر تشوف العوامات وتشوف الفلايس مرميه على الارض مفيش ميه بحر، لولا ربنا انقذ البلد السنه دي بس لولا شيوخ ركع واطفال ربع وبهائم رتع لصب علينا العذاب صبا. الاسلام خلق، الاسلام سلوك، الاسلام ذوق، الاسلام لباية. شوف انا معاكم بنعمل ايه اخوات في الله، عايزين نقول قال الله وقال رسول الله، لا عايزين حاجه من حد ولا بنتكلم في سيره حد ولا بننافس حد في حاجه، والمساجد عمرانه ربنا يبارك فيهم جميعا. طب نقولش تعالوا من هناك وعدينا هنا وماشيين، ناس يقول لك الشيخ ياسين ماشي بالحرس ويجيبوا السواق بتاعي يوقفوه يستحلفوه يمين تسأل عنه يوم القيامة، وهذه شهادة أمام الله. السواق بتاعي حلفوه يمين مغلظ ثلاث أيمان بالله امبارح في الشارع يستوقفوه. الشيخ ياسين بيمشي في المسجد وبيخش ويطلع بحرس قدامه وحرس وراه ولا لا؟ شوف اللي لفت نظرهم. طب القرآن اللي بيقرأ ده ما لفتش نظرك؟ ما سمعتوش؟ ما شفتش التجويد ومخارج الالفاظ؟ ما فكرتش تتعلم؟ ما بصيتش في مدارس القران اللي بقالنا فيها 12 سنه شغالين؟ ما شفتش تفسير القران وتفسير البخاري؟ شايف واحد ماشي قدامه فرد سواء حلف بيمين مغلظ لما شهدوا عليه انه انا لا لي حرف ولا بمشي بحرس، كل ما هنالك الراجل علشان يطلع يروح المنبر او كرسي الدرس العالم كده هيعدي ازاي في وسط العالم؟ هيجي على راجل يخبط عليه كده وبيعدي واحد جاي جديد ما يعرفوش هينشده اقعد هيقول له كده لا تتخطى الرقاب يوم الجمعه قال رسول الله. يا سيدي انا الامام. انت الامام لما اقصر خدها بقى من الامام لحد المنبر امشي بقى انا الامام انت خلاص بقى مش هقول كده. لكن لما واحد من اخواننا من اولادي ده انا مربيه، ده ابني ده انا مربيه، ده انا معلمه من اول الاستنجاء لحب الحج علمته له كلمه كلمه وحرف حرف، ده انا حفظه القران كلمه كلمه وحرف حرف، انا اللي معلمه القراءه، انا اللي صلحت لسانه ونطقه. نستكتر عليه انه يمشي يوسع لي السكه؟ ليه لا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوسعوا له، ما كان عنده الحرص. وعندك لحد النهارده اسطوانه جنب المقصوره النبويه، اسطوانه مكتوب عليها اسطوانه الحرس الاعمى يشوفها، لكنها لا تعمى الابصار وانما تعمى القلوب التي في الصدور. امتى رجع عنه الحرس؟ امتى؟ لما نزلت ايه ربنا بيقول فيها والله يعصمك من الناس بس، فخرج فامر برفع الحرس. لكن انا مش نبي حتى لو لقى حرس ده يديرك في شيء يعني؟ لو فرض ليه حرس يديرك في شيء؟ لكن ليه الحقد ده؟ ليه الكلام اللي فيه الغل ده؟ يبقى دقون ايه بقى وجمال يبقوا سياره وماشيين لسوق؟ اسلام ايه بقى ده بتاع السواك اللي طلعوه لي كل شويه تدعك في سنانك؟ لا ادعك لسانك مش سنانك، نظف لسانك بالسواك مش سنانك عشان ما تجيبش سيره المسلم. مش بقول بقى امام ولا شيخ، مسلم ما تجيبش سيرته، ده رد غيبة المسلم واجب يا راجل. مش لازم واحد يوسع السكة ولا امشي اخبط في العالم يعني. طب ما انا بروح الصبح شغلي من غير حرس. طب فين الحرس؟ اولى بقى اولى بالحرس. يبقى شغلي بقى في الجامع كلهم احبابي واخواتي واولادي متحابين في الله. اخاف منهم؟ لا من باب اولى اخاف منين؟ من الشارع. وللعلم انا دعيت الى الاردن. باعتباره رئيس مركز اسلامي هو الاول في العالم باحصاء عملته جامعه الاردن الملكيه عن المراكز الاسلاميه في مستوى العالم، ودعيت مع رؤساء المراكز الاسلاميه المتميزه على مستوى العالم من غانا وغينيا
وكل ده وامريكا واستراليا وكل ده. سفير الاردن في القاهرة قال لاخوكم محمد الرفاعي وموجود يشهد لكم الوحيد الذي لم يطلب حرس او مرافقين الشيخ سفير رشدي. ليه؟ والوحيد اللي قال اسافر على حسابي ياسين رشدي. ليه؟ هذا السؤال سئله الاخ محمد الرفاعي. الاغرب من هذا تعرفين قال له ايه؟ قال له مع ان ياسين رشدي اولى الناس بالحراسه. قال له ليه؟ قال له ان شغلته في الفلبين بتهز الحكومه هناك. ودي حاجه انت ما تعرفوهاش. الفلبين القسم الاسلامي من الفلبين، الفلبين دوله مسيحيه. وغانا دوله مسيحيه. وشريطنا بتروح للدول دي وما الى ذلك، كلام مش عاوز اقوله. ومع ذلك رفضت الحراسه. وانا رايح الاردن. ودي قصه معلومه، وسفير الاردن حي يرزق في القاهره. والجواب بتاع الدعوه هنا موجود. انا ما رحتش. المهم فشوف اوقات الاسلام. الاسلام خلق، الاسلام سلوك، الاسلام ذوق عام، الاسلام نظافه، الاسلام محبه، الاسلام اخاء. الاسلام ما تجيبش سيره حد. الاسلام انا وانت بنلعب على سكه واحده، شجعني واشجعك. مش كده؟ احنا بنصلي هنا. اي جامع ثاني بيصلي زينا حبا وكرامه، لو احنا هنساعد المسلمين. هو مسجد المواساه هيساعد اسكندريه يا جماعه؟ طب يا ريت كل مسجد يعمل كده. افرح. انما تغلوش عليا بالميكروفون بتاعك وتعمل صيط، ده كلامي صح. طب ليه؟ طب عاوز الناس بتوع يروح عندك ما يكفيش مساحه مسجدك ما تسعهمش. انا عاوز الناس بتوع يجوا عندي ما ينفعش ما يكفيش، احنا مش لاحقين اهو. يعني تربيه الذوق في اولادك التربيه الاسلاميه بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محددا الغرض من بعثته على وجه التأكيد والحصر. إن التي تفيد الحصر والتأكيد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل ويحدد مكانك يوم القيامة. أعلاكم درجة مين؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. صدقت يا سيدي يا رسول الله.